أبدأ معاكم بالحدث الأهم، هو زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، وهي الزيارة اللي ليها أبعاد كتيرة جدا على المستوى السياسي والعسكري وأيضا الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن الملفات المشتركة كتير. يعني مثلا فرنسا هي عامل أساسي في منطقة البحر المتوسط، كمان هي عنصر أساسي في كل تحركات مصر الإقليمية اللي فيها إشكاليات مع تركيا في البحر المتوسط وأيضا داخل ليبيا. امبارح كان في مؤتمر صحفي هام للرئيس كلنا تابعناه، والنهارده على هامش الزياره التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الفرنسي. نشوف تقرير عن الزياره ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة السيد الرئيس لباريس، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر ليزونفاليد الوطني بباريس مع السيدة فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة. وقد أكدت السيدة بارلي التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي. السيد الرئيس أكد من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجهة تلك التحديات. We'll be right back.
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أني دالجو عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس. إن دل يدل على أنه مصر حولت كل علاقاتها الخارجية من علاقات تبعية، وخاصة مع الدول الكبرى، من علاقات تبعية إلى علاقات مشاركة وتبادل المصلحة. وده اللي بيظهر لنا من لقاءات السيد الرئيس السيسي وسفره دائما للخارج ووجوده في كل المحافل والمجتمعات المهمة. معايا على التليفون الأستاذة جيهان جادو من فرنسا، عضو المجلس المحلي في فرساي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أصداء هذه الزيارة في فرنسا وأهميتها في هذا التوقيت يا دكتور جيهان. طبعا حضرتك يا فندم، الزيارة هامة جدا ويمكن فارقة في يعني مستقبل مصر القادم. طبعا كل الناس تبعت الاستقبال وحفاوة الاستقبال الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الحكومة الفرنسية ومن قبل أيضا الرئيس الدولة الفرنسية ماكرون. فالحقيقة يعني أصداء وأجواء الزيارة ناجحة بنسبة 100%، يمكن أكثر من ذلك. بكل تأكيد كانت هناك دلالات قوية جدا بدءا من الاستقبال وأيضا الملفات الهامة والحيوية التي تم مناقشتها في هذا الجانب سواء على الصعيدين المصري والفرنسي. الحقيقة مصر وفرنسا تربطهم علاقات قوية جدا جدا وثنائية، ويمكن هذه الزيارة يمكن الخامسة أو السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في فرنسا. الحقيقة تناولت العديد والعديد من الملفات الهامة. يعني الحقيقة هناك استراتيجية وهناك تناغم كبير جدا جدا ما بين فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ماكرون في كل الاتجاهات. هناك توافق كبير جدا مما سهل تلك الزيارة وجعلها ناجحة جدا. هناك رأي الشارع الفرنسي يا دكتور، رأي الشارع الفرنسي في هذه الزيارة؟ الحقيقه الشارع الفرنسي عايز اقول لحضرتك كل الصحف الفرنسيه النهارده تناولت هذه الزياره. الرئيس عبد الفتاح السيسي له مكانه خاصه جدا في يعني قلوب الفرنسيين، نظرا لان الرئيس دكتور جيهان معايا سعاده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سعاده السفير مساء الخير. مساء الخير، اهلا بك. اهلا بحضرتك. يعني دلوقتي كنا بنتكلم مع دكتوره جيهان زي ما حضرتك سامع من فرنسا واشادت بهذه الزياره وراي الشارع الفرنسي فيها. احب اعرف من حضرتك اهم الملفات المشتركه بين مصر وفرنسا والاستفاده من هذه الزياره. هي زياره فوق المعتاده. في ثلاث ملفات اساسيه، ملف الثنائي مركز قوي على علاقات مصر بفرنسا بتاريخ طويل اكتر من قرنين من الزمان، منذ الحمله النابليونيه اللي ادخلت الكثير من الثقافه الفرنسيه في مصر، الكشف عن اثار مصر، حجر الرشيد اللي اكتشفه شامبليون وفك به طلاسم اللغه المصريه القديمه، ثم في العصر الحديث علاقات قريبه، ولدينا اتفاقية، أكبر اتفاق عقدته مصر في تاريخها في العلاقات الخارجية هو اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذي يضم كل بلدان الاتحاد الأوروبي وفي صدارتها طبعا دول بثقل فرنسا وألمانيا. نعم. والاتفاق ينظم علاقات سياسية وأمنية، علاقات اقتصادية تجارية، والعلاقات الثقافية والاجتماعية، وكل هذا تجري فيه جهود كبيره جدا لتنشيط العلاقات. يكفى ان اقول ان التجاره بين مصر واوروبا وفرنسا زادت من الصادرات المصريه 4 مرات، زادت من الصادرات الاوروبيه 3 مرات، الاستثمار تضاعفت مرات عديده، المساعدات التنميه الاقتصاديه الفرنسيه والاوروبيه لمصر تضاعفت،
والمجال الثقافي ايضا كبير في مجال قلما يتنبه له احد ولا يقاس بالمال، وهو نقل الخبره. كثير من خبرائنا بيتدربوا في فرنسا، كثير من مسؤولينا تلقوا تدريبات هنا من خبراء فرنسيين، مؤسسات مصريه وفرنسيه قمنا بعمليه نسميها التوأمة المؤسسيه بين مؤسسات فرنسيه او اوروبيه. طيب سعادة السفير، لو اتكلمنا عن ملف تركيا وملف ليبيا. ملف بقى المشكلة الإقليمية، أنا كنت بتكلم على الثنائي، ننتقل للإقليمي. نجد أن فيه اهتمام طبعا. يعني إزاي فرنسا أيوة يا فندم، إزاي فرنسا بتحمي حقوق مصر وأيضا بتحمي ليبيا؟ لا، فرنسا مش بتحمي حقوق مصر، فرنسا تساند مصر. مصر قادرة على حماية حقوقها، وهي أكبر قوة عسكرية في المنطقة، وفرنسا واحدة من عديد من الدول التي تؤيد الحق المصري. وأيضا الاتحاد الأوروبي، وأظن نحن في انتظار اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي، وهناك إنذارات مبكرة لتركيا أن تتراجع، حيث الناتو أيضا يساند قدرات مصر على مواجهة التحدي التركي. ايضا في الوضع في ليبيا، والرئيس اعطى انذار بما اسمه خط احمر يوم خطابه في معسكر الرئيس محمد نجيب، ومن وقتها توقفت محاولات التسلل عن طريق ليبيا الى الحدود الغربية المصرية. والنزاع على المياه الاقتصادية التي يكتشف فيها الغاز هو عدوان على اليونان وعلى قبرص، اما مصر فهي في امان ان شاء الله وقادره على حمايه نفسها، ولا احد يحمي مصر ابدا، مصر قادره على حمايه نفسها، بل ان الكل يراهن على ان مصر القويه هي اضافه للامن والسلام العالمي وللتنميه من اجل كل شعوب المنطقه بل وشعوب العالم. نعم، سعادة السفير جمال بيومي، وحضرتك ليك خبرة وباع في هذا الموضوع، لو اتكلمنا على طريقة استقبال ماكرون للرئيس السيسي والحفاوة وطريقة الصداقة اللي استقبل بيها الرئيس السيسي، تعليق حضرتك. واضح فيه طبعا العلاقات بين الرؤساء بين دول صديقة. نعم. لابد أن تكون فيها كثير من المجاملة، لكن من يراقب الشاشة ويرى الأسلوب السلام والتحية فيها حميمية. نعم. وفيها ما نسميه باللغة الدبلوماسية الكيمياء الشخصية، يعني ممكن نكون نتعامل كأصدقاء، لكن أيضا هناك ما يسمى بالكيمياء، بمعنى أن هناك كل طرف يقدر الآخر ويحسن الظن به، وبينهما مداعبات وفي ابتسامات وما إلى ذلك. البعد الشخصي في العلاقات بيضيف طبعا لتأكيد العلاقات تعمقها، أن كل طرف مقتنع بأن الطرف الآخر يمكن أن يزيد ويضيف إلى هذه العلاقات التي نسعى فعلا، رغم أنها تقدمت كثيرا في السنوات الأخيرة، لكن نحن نطمح إلى أنها تكون أكثر اقترابا، وندعو الفرنسيين للاستثمار في مصر، وأن يكون هناك تعاون أيضا. كنا نتحدث عن البعد الإقليمي. نعم. وتكلمنا عن تركيا، لكن أيضا يجب أن نتكلم عن حل المشكلة في لبنان، والرئيس الفرنسي له صداقات لبنانية ويؤثر، الرئيس المصري شارك أمس الأول في مؤتمر أصدقاء لبنان. نتكلم عن ليبيا وحل المشكلة الليبية، أيضا المشكلة في العراق واحتلال أجزاء منه في الشمال، ومشكلة اليمن الكل مهتم بحلها. إذا هناك تعاون بهذا الشكل. يجب ألا نغفل الملف الدولي في هذه المباحثات، لأن العالم كله مشغول ومعه مصر وفرنسا فيما يتعلق بوباء الكورونا. وباء الكورونا بيلقي بعبء المرض والصحة ومحاولة إيجاد العلاج والمصل الواقي له، لكن أيضا المشكلة الأكبر هي الآثار الاقتصادية لهذا المرض، والذي أثرت والتي أثرت في مختلف اقتصادات العالم، حتى أن تقدير المؤسسات الدولية الاقتصادية أن معظم بلدان العالم سوف تنكمش من الناحية الاقتصادية إلا دول معدودة، منها مصر، لأن مصر من حسن حظنا بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل
من سنة 2016 ونجحت أن تكون اقتصاد متوازن وواقف على قدميه، فعندما تأثر لم يتأثر بالقدر الذي تأثرت به الاقتصادات الأخرى. طيب سعادة السفير، لو حبيت أخذ رأي حضرتك في المشهد أمس في المؤتمر الصحفي والحوار بين الرئيسين في موضوعات مختلفة وملفات مختلفة ومهمة تم الحوار فيها. المؤتمر كان جيد، كل طرف عبر عن رؤاه وهي رؤى كلها شبه متطابقة في موضوعات عديدة. أنا كان هناك موضوع حساس، أنا ما عنديش حساسية، أنا أبحثه دائما وهو قصة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية. والرئيس كان رده حاسم وقوي، أنا أشجع أننا دائما يكون ردودنا واضحة وصريحة وودودة في نفس الوقت. فقال الرئيس لدينا 55,000 مؤسسة مدنية ما فيش شكوى من أي منها، إنما لما يكون في مؤسسة سجلت نفسها في نشاط معين ثم مارست نشاط مختلف هذا يقع تحت طائلة القانون. أنا شخصيا كلفت يوم من الأيام أن أتحدث مع وفد أوروبي في هذا الموضوع، قلت إحنا مستعدين نطبق نفس قوانينكم، هل تسمحوا بقيام منظمات أهلية دون إعلان ودون الاشتراطات القانونية اللازمة؟ أبدا، ما مش ممكن. هل يجوز قيام مظاهرة في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا دون إذن من الشرطة؟ لا يمكن. إذن ازدواجية المعايير هي المسألة التي نثيرها ونرجوهم أن يتنبهوا لها. موضوع آخر في غاية الحساسية لنا جميعا كمسلمين وهو موضوع الإساءة للدين الإسلامي. نعم. وفرنسا تصر، والآن مش الدين الإسلامي المقصود، أحد أصدقائنا من الدبلوماسية الفرنسية ينبهنا إلى أن الإلحاد صار يعني موضة في أوروبا والناس كلها لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى نفسه فقط الله العظيم، فمش قصة ضد الإسلام بذاته. نعم. لكن يعني لأول مرة يا فندم الأديان، استنيني دقيقة، ازدراء الأديان يجب أن يكون جريمة. نعم. لأن هنا في ازدواجية في المعايير. فرنسا قضت بالسجن على جارودي أكبر مفكري فرنسا لما مجرد بيسأل عن حقيقة ما جرى في الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية. نعم. إن ده مش مسموح به لا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في إنجلترا. إنما مسموح أن يسيء للأديان الأخرى. الجهد المصري والدبلوماسية المصرية والرئيس تكلم في هذا، نريد أن يكون إصدراء الأديان إحدى الجرائم. حرية الرأي لا تسري على إهانة الناس وإهانة العقائد والأديان. صحيح. يعني احنا حتى شفنا ماكرون من اول الازمه يا فندم لسه او امبارح ابتدى يتكلم بشكل يعني شبه اعتذار رسمي للمسلمين في المؤتمر امبارح. بالذات الرئيس ماكرون الحقيقه الناس فهمته غلط، لان في اول خطبه له ترجمه خطا. نعم. انما انا بتكلم على الاتجاه العام للقوانين الفرنسيه البريطانيه الالمانيه، لابد ان نضغط حتى تصبح لا تتجاهل مسألة ازدواجية المعايير. نعم. أن تكون هناك جريمة تعاقب من يتكلم عن الهولوكوست ولا توجد جريمة تعاقب من يسيء إلى الأديان ويزدري الأديان والعقائد، ده شيء غير مقبول، وسوف نستمر في طرق هذا الباب بكل مؤدة. وأحذر المصريين في نقطة مهمة. نعم. إن ما يسمى بحقوق الإنسان بالمعايير الأوروبية احيانا تطلب منا اشياء لم نقبل بها، مثل زواج المثل. نعم. او مثل مطالبتنا بمنع الاعدام وهو شيء يقتضي به الشريعه الاسلاميه والمسيحيه، او بمنع تعدد الزوجات. وانا تكلمت في باريس تحديدا. ايوه. يعني وداعبهم اقول على الاقل تعدد الزوجات افضل من نظامكم اللي يبقى هناك زوجه وعشيقه وابناء غير شرعيين. نعم. لهذا انا اشجع الذي يتفاوض باسم مصر أن يكون فخور بأنه ينتمي لثقافة شرقية إسلامية مسيحية نعتز بها، ولا نقبل أبدا أن أحد يحاول أن يغير من هذه الثقافة ومن هذه العقيدة. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك على هذا التحليل لزيارة الرئيس السيسي لفرنسا، وبكل المقاييس زي ما شفتوا حضراتكم خلال الأيام الماضية إنها زيارة ناجحة بكل المقاييس، زيارة مؤثرة
كل العالم تابع هذه الزيارة، أشاد بها الشارع الفرنسي، تطابق الحوار بين الرئيس السيسي وماكرون، اتفقوا في كل القضايا المشتركة، ظهر الرئيس ماكرون لأول مرة وهو يعني بيخفف مما قيل قبل ذلك عن الإسلام، خفف من البروتوكولات، كانت الاستقبال في حميمية وفي نوع من الصداقة والحب، يعني زيارة ناجحة بكل المقاييس، وتوقيتها كان مهم جدا للحوار في ملفات كتركيا وليبيا والإرهاب الدولي، وتأكدنا من أنه فرنسا تدعم